أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لفظ الصانع إخبار عن الله وليس باسم، فكيف نفرق بين الإخبار وبين الاسم؟ تخبر عن الله، تقول إن الله صانع كل شيء، ولكن لا تقول من أسماء الله الصانع، ليس من أسماء الله الصانع، وإنما هذا من باب الإخبار عن الله أنه صانع كل شيء، بمعنى أنه خالق كل شيء. نعم، باب الإخبار أوسع من باب التسمية، تسمية توقيفية، أما الإخبار عن الله بما يليق به فلا بأس. نعم.